صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو قولكم في تفسير قول الله تعالى: امتحن الله قلوبهم للتقوى؟ نعم، اختبرها. امتحن يعني اختبر، اختبرها. الامتحان هو الاختبار. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل وافق السلف الوليد بن عبد الملك في قالوا إن من معنى هذه الآية إن الإنسان لو أحب شيئا وتركه خوفا من الله، أحب شيء من المخالفة والشهوة وتمكن منها ولكنه تركها خوفا من الله، هذا من الامتحان، إنه تمكن من الذي يشتهيه وحصل بين يديه لكنه لما علم أن الله يكرهه إنه تركه، هذا من الامتحان، امتحان القلوب. نعم.